السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام قليلة ابتعدنا عن كأس آسيا، المنتخب اللبناني وصل إلى الدوحة وبالفعل بدأ ميرانه الأول مع المونتينيغري رادوفيتش، تحضيرا لودية السعودية نهار الخميس وأيضا استعدادا لنهائيات كأس آسيا. كل ما يتعلق بكأس آسيا والمنتخب اللبناني سوف تجدونه وتشاهدونه معي على قناتي على يوتيوب وعلى فيسبوك كابتن صالحة، فتابعونا بكل التفاصيل وكل أخبار المنتخب اللبناني. أيضا سوف نبدأ اليوم بأولى حلقات عين على المنافس، نحكي فيها عن المنتخبات المشاركة بمجموعة لبنان، عم نحكي عن المنتخب القطري، المنتخب الصيني والمنتخب الطاجكستاني. فأولى حلقات فقرة عين على المنافس حنبدأ بالمنتخب الصيني، فتابعونا. المنتخب الصيني يحتل المركز 79 عالميا، وهو يدربه الصربي ألكسندر يارينيتش. المنتخب الصيني الخطة المفضلة له 4-4-2، احيانا بتصير 3-4-3، ولكنه لعب المباراة الأخيرة أمام هونغ كونغ الودية بخطة 4-4-2. المنتخب الصيني معسكرا في الإمارات تحضيرا لمجموعتها القوية والقوية جدا بالنسبة له، طبعا المنتخب القطري اللبناني والمنتخب الطاجكستاني، وخاض في هذا المعسكر وديتين هما أمام المنتخب العماني اللي خسر فيها 2-0، وأمام أيضا المنتخب هونغ كونغ اللي خسر فيها مؤخرا بهدفين مقابل هدف. حسب قراءتنا وتحليلنا للمنتخب الصيني فهو منتخب ليس بالمنتخب القوي، وبالنسبة لمنتخب لبنان يجب منتخب لبنان أن يهاجم هذا المنتخب وأن يفوز عليه، لأنه النقاط الثلاث تقريبا فينا نقول مضمونة أمام المنتخب الصيني. اللي فعلا بعد ما رأيت مباريات المنتخب الصيني وشهدت كيفية طريقة لعبه، فالمنتخب اللبناني قادر على مفاجأة المنتخب الصيني والفوز عليه، فيجب على أبناء المونتينيغري أن يهاجموا المنتخب الصيني وأن يفوزوا بثلاث نقاط. فالمنتخب الصيني كان بآخر مبارياته ما عم بيقدم نتائج جيدة، فهو بالمرتدات سيء وسيء جدا، فلاحظت بعدة كرات وبعدة مباريات وعدة هجمات على دفاعه انه منتخب سيء بالمرتدات. اغلبية الاهداف اللي سجل بمرمى هذا الفريق سجلت من المرتدات، فالدفاع سيء جدا لدى المنتخب الصيني. ايضا هجوميا فهو ايضا ضعيف رغم وجود المهاجم وولي، ولكنه على الجهة اليسرى وعلى الاجنحة لديه لاعبين سريعين، ولكن المنتخب الصيني ولحسن الحظ انه ما بيقدر يؤدي الهجمة بشكل جيد، ما بيقدر انه ينهي الهجمة بالهدف، فلديه مشاكل عديدة بالهجوم وايضا بالدفاع. ايضا بالرأسيات منتخب ضعيف، فاغلبية الاهداف ايضا تسجل عبر كرات عرضية وكرات رأسية من ضربات ثابتة وايضا من الاجنحة اللي بيلعبوا عليه، عم نحكي دفاعيا، ويسجل المهاجمين كثيرا في مرمى من كرات رأسية. طبعا رغم ضعفه الهجومي والدفاعي، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه منتخب الصين ممكن يفاجئ الجميع ويحرز النقاط والاهداف، ولكن باعتبار انه المنتخب القطري منتخب قوي، ادان المنتخب التاجيكي اللي حنحكي عنه كثيرا في الحلقة القادمة هو منتخب قوي، المنتخب الصيني ممكن انه يفاجئ المنتخب اللبناني، ولكن فعليا وعلى الورق وحسب ما شفنا من المباريات السابقة فالمنتخب الصيني يبدو منتخب بالمتناول، وثلاث نقاط يجب ان يفوز بهم المدرب المونتينيغري. فلما نحكي بكرة عن المنتخب اللبناني وكيفية اللعب، طبعا في مباراة المدرب المونتينيغري حيلعبها بخطط دفاعية، عم نحكي عن خمس مدافعين، ولكن أمام المنتخب الصيني عليه أن يقاتل، عليه أن يهاجم، وعليه أن يسجل أهداف. مثل ما نتذكر بكأس آسيا الماضي فرقت معنا يمكن على هدف لحتى نتأهل للدور الثاني. فالمنتخب الصيني يعد منتخب ليس بالقوي، ويجب على منتخب لبنان إن شاء الله طبعا التوفيق من عند رب العالمين أن يفوز على المنتخب الصيني. طبعا جميع اللاعبين تقريبا يلعبون بالدوري الصيني، 26 لاعب استدعاهم الصربي للمنتخب الصيني، فتقريبا كلياتهم بيلعبوا بالدوري الصيني. أيضا حنحكي شوي عن المباريات اللي خاض المنتخب الصيني، أو آخر سبع مباريات خاض، هناك العديد من الوديات اللي خاض المنتخب الصيني. فتقريبا بشهر 9 لعب امام سوريا وخسر المنتخب الصيني بارضه 1-0 امام المنتخب السوري. المنتخب السوري كان عم بيقاتل في هذه المباراة، وكانت مباراة خلينا نقول دموية لانه العديد من اللاعبين اصيبوا من الطرفين في هذه المباراة، فالمنتخب السوري فاز على الصين
1-0. ايضا المنتخب الصيني قدر انه يفوز على فيتنام وديا ب 2-0. بالتصفيات الاسيوية يعني عم نحكي تقريبا من شهرين، المنتخب الصيني هزم امام المنتخب الكوري بثلاثة اهداف مقابل لا شيء بارضه. طبعا المنتخب الكوري كان متسيد المباراة، ورأيته ان المنتخب الصيني اضاع العديد والعديد من الكرات امام المرمى، فعن جد مهاجمينه ضعيفين بخط الامام. ايضا المنتخب الصيني خسر من اوزبكستان بمباراة ودية ايضا 2-1، ولكنه فاز بالتصفيات الاسيوية 2-1 على المنتخب التايلندي. ايضا بالوديات مثل ما قلنا بالامارات، يعني عم نحكي من ايام قليلة، هزم امام المنتخب العماني. طبعا المنتخب العماني والمنتخب اللبناني منتخبين عربيين، فلحسن الحظ انه المنتخب العماني فاز، وبشرى سارة انه المنتخب العماني فاز على المنتخب الصيني 2-0. ايضا اخر مباراة اللي كانت من ايام قليلة، خسر المنتخب الصيني امام منتخب هونغ كونغ 2-1. طبعا ما شفنا هذه المباراة لانه كانت مباراة غير منقولة وغير معروضة يعني بطلب من الفريقين، فالمنتخب الصيني هزم امام المنتخب الهونغ كونغ. طبعا هناك في مشاكل سياسية بين هونغ كونغ والصين، فكانوا اللاعبين الهونغ كونغ حسب طبعا قول المدرب انه كانوا متحمسين انه يفوزوا على بهذه المباراة. طبعا النتائج ما بتعني شيء، ممكن فريق يخسر بالوديات والمعسكر انه المدرب بيكون عم بجرب لاعبين، ولكن طبعا المعنويات ضرورية قبل نهائيات كأس آسيا. خسارتين بالوديات امام منتخب عمان ومنتخب هونغ كونغ يبدو انها سوف يعني تكون غير جيدة للمنتخب الصيني في الايام القادمة. تقريبا هذه النتائج، منتخب ضعيف هجوميا بتلقى العديد من الاهداف في مرماه من خارج المنطقة، ضربات رأسية بالمرتدات، ايضا المرتدات اذا كنت عم تلعب امامهم بسرعة فائقة فبتقدر انه تصنع الخطر على مرماهم. بشكل سريع وبملخص قصير، هذه كانت اخبار المنتخب الصيني. مثل ما قلنا بنهاية هذه الحلقة، المنتخب اللبناني يجب عليها الفوز بهذه المباراة، لازم تكون عيون المونتينيغري رادو على هذه المباراة من أجل كسب النقاط، لأنه فعلا المنتخب الصيني بالمتناول. كنت معكم أنا حسن صالحة، ما تنسوا تتابعونا دايما على فيسبوك وعلى يوتيوب من أجل أخبار عن كأس آسيا وخصوصا عن المنتخب اللبناني، حيكون في لدينا العديد من الفقرات لحتى نتكلم عن هذه الكأس المهمة. المنتخب اللبناني بمعنويات عالية ذهب إلى قطر، اللبنانيين والجمهور اللبناني لديهم أمل كبير أنه المنتخب اللبناني بيقدر يصنع شيء في هذه الكأس. تابعوني دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.